بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم مع درس جديد مادة الرياضيات، وهو درس 68 من الكتاب المدرسي صاد 27. درس بيتكلم عن حل مسائل من خطوتين. بيقول لي حل المسائل التالية ثم وضح طريقة حلك. لدي حقيبة، يعني عندي حقيبة بها أقلام حبر وأقلام تحديد، تبلغ كتلة كل الأقلام في حقيبتي 100 جرام. كتلة كل الأقلام، كتلة يعني وزن، يبقى وزن كل الأقلام اللي في الحقيبة 100 جرام. فإذا كان عدد أقلام الحبر 4 أقلام، وكتلة كل قلم يعني وزن كل قلم من أقلام الحبر دي 10 جرام، فما عدد أقلام التحديد في حقيبتي، علما بأن كتلة كل قلم تحديد تساوي 20 جرام؟ نفهم إيه يا أولاد من المسألة دي؟ إن كتلة كل الأقلام اللي هي داخل الحقيبة بتساوي إيه؟ بتساوي كتلة أقلام الحبر زائد كتلة أقلام التحديد. عندنا نوعين من الأقلام داخل الشنطة، أقلام حبر وأقلام تحديد. النوعين دول وزنهم 100 جرام، يبقى كتلة كل الأقلام 100 جرام. 100 جرام دول بيساووا إيه؟ بيساووا كتلة أقلام الحبر. طب كتلة أقلام الحبر دي قد إيه يا ولاد؟ 4 أقلام، كل قلم وزنه 10 جرامات، يبقى دول 4 × 10 زائد كتلة أقلام التحديد. تعال نجيب بقى، خلاص احنا كده فهمنا ان كتلة الأقلام كلها 100 جرام، منهم 40 جرام هنجيبهم دلوقتي. هنقول ايه؟ كتلة أقلام الحبر تساوي عدد الأقلام 4 أقلام، كل قلم كتلته يعني وزنه 10 جرام، يبقى 4 × 10 يساوي 40 جرام. الأقلام الحبر دي يا ولاد وزنها 40 جرام. طب الأقلام التانية، أقلام التحديد، وزنها قد إيه؟ هطرح ال40 جرام ده هم انقصهم من ال100 جرام اللي هم وزن الاقلام كلها على بعضها، اللي هي وزن اقلام الحبر ووزن اقلام التحديد. يبقى هقول كتلة يعني وزن، كتلة اقلام التحديد تساوي ايه؟ بتساوي 100، اللي هي كتلة كل الأقلام ناقص كتلة أقلام الحبر ناقص 40 تساوي 60 جرام. أقلام التحديد يا ولاد وزنها كلها على بعضها 60 جرام. طيب هي القلم الواحد منها وزنه 20 جرام، يبقى 60 جرام دول وزن كم قلم؟ اقول ايه؟ عدد اقلام التحديد يساوي 60 جرام، اللي هم وزنهم بقى كلهم وزن اقلام التحديد على وزن قلم التحديد اللي هو 20 جرام على 20. 60 على 20 هعد بالقفز، ازود كمان 20 زائد 20، يبقى 20 و20 40، نزود كمان
20، يبقى ايه 40 و20، 60. وصلت للستين قفزت كم مرة؟ 1 2 3. يبقى ال60 جرام دول فيهم كم قلم؟ وزن كم قلم؟ وزن 3 أقلام، وزن 3 أقلام، لأن القلم الواحد وزنه 20 جرام، القلم الواحد وزنه 20 جرام. يبقى 60 على 20 يساوي 3 أقلام. 3 إيه؟ أقلام. أقلام التحديد اللي هي عاملة زي دي يا ولاد، قلم التحديد. خلاص دي صفحة 27. تعال نشوف صفحة 28، بيقول لي ايه الارشادات. اقرأ المسائل الكلامية وحلول التلاميذ، حدد الاخطاء. عندنا مسائل وفي تلميذ حل المسألة بس حللها بطريقة خطأ، احنا عاوزين نحدد الخطأ، اخطأ في ايه واخطأ ليه، ونحل المسألة الحل الصحيح. تعال نشوف اول مسألة بيقول ايه. بيقول لي ذهبت عائلة هاشم في رحلة لمدة 3 ايام. في اليوم الاول قطعت مسافة 350 كيلو، وفي اليوم الثاني قطعت 213 كيلو، واليوم الثالث قطعت 124 كيلو. فإذا علمت أنه في رحلتهم العام الماضي السنة اللي فاتت قطعوا 432 كيلومتر، فما عدد الكيلومترات الإضافية التي قطعتها العائلة في رحلة هذا العام؟ يعني عاوز الفرق بين رحلة السنة اللي فاتت مشوا كم كيلو والسنة دي مشوا كم كيلو، والفرق بينهم إيه؟ تعال نشوف بقى حل التلميذ قال ايه. قال قطعت عائلة هاشم مسافة 350 كيلو و213 و124 كيلو متر خلال هذه الرحلة. مظبوط، جمعت هذه الأعداد معا كده. مظبوط لغاية كده صح. طيب ثم أضفتها إلى 432. يعني هو قال ايه؟ قال 350، هنترجم الحل بتاعه بقى اهو، زائد 213 زائد 124، جمعهم على بعض طلعوا كام؟ 0 و3 هي 3 و4 7، 5 و1 6 و2 8، 3 و2 5 و1 6، 687 كيلومتر. ده لغاية كده صح. طب عمل ايه بقى؟ ثم اضفتها الى 432. يبقى ده خطأ، هو اضاف خطأ. يبقى هنا هو نقول ثم اضاف 432 ولم يطرح، ولم ايه يطرح، هو زود على 687 كيلو متر دول حط عليهم 432. فقال ايه؟ قال 687 زائد 432، وطلع المسافة كلها 1119. اخطأ لانه اضاف ولم يطرح. لماذا ارتكب الخطأ برأيك؟ ارتكب الخطأ ليه؟ لأنه حسب هنا عدد الكيلومترات الإضافية، قرأها خطأ. لما قرأ عدد الكيلومترات الإضافية أضاف. طيب الحل الصح إيه؟ الحل الصح إن احنا هنقول 350 زائد 213 زائد 124 تساوي 687 كيلو متر. طيب هنجيب ايه بقى؟ هو عاوز ايه؟ عدد الكيلومترات الاضافية التي قطعتها العائلة، يعني عاوز الفرق بين الكيلومترات اللي قطعها السنة اللي فاتت والكيلومترات اللي قطعها خلال رحلة هذا العام. يبقى هنقول الفرق في المسافة هيساوي، هو قطع السنة اللي فاتت مسافة ايه؟
687 كيلومتر. طب والسنة دي؟ دي السنة دي 687، السنة دي. السنة اللي فاتت قطع كام؟ قطع 432 كيلومتر، بيساوي ايه؟ نطرح بقى، 1 من 1، 2 من 7، 5، 3 من 8، 5، 4 من 6، 2، يبقى الفرق 255 كيلو متر. طيب بيقول لي المسألة اللي بعدها، مع هدى، بيقول لي يا ولاد مع هدى 3 أكياس بها قطع حلوى، في كل كيس 4 قطع حلوى، ومعها أيضا 8 قطع حلوى خارج الأكياس، فما إجمالي عدد قطع الحلوى التي معها؟ التلميذ قال إيه؟ قال مع هدى 4 قطع حلوى إجمالا. أولا كتبت العدد الإجمالي لقطع الحلوى في الأكياس، مظبوط العدد الإجمالي جابه، ثم طرحت منه عدد قطع الحلوى الموجودة خارج الأكياس. يعني هو قال إيه؟ قال عدد قطع الحلوى يساوي 3 في 4 يساوي 12 قطعة. تمام كده؟ هو عمل كده، وبعدين رجع طرح، قال 12 ناقص 8 يساوي 4 قطع، فطلع ان هدى معاها 4 قطع. طبعا اخطأ لانه طرح ولم يضف. يعني انا لما اقول لك انا معايا كيس فيه 12 قطعة حلوى، ومعايا في ايدي خارج الكيس 8 قطع، يبقى كل اللي معايا كام قطعة حلوى؟ هنجمع 12 زائد 8 يساوي 20 قطعة. اخطأ ليه بقى؟ لانه قرأ هنا يا ولاد 8 قطع حلوى خارج الاكياس، فلما قرأ دي ما فهمش المسألة ان دول زيادة على الـ12 قطعة. لما قرا خارج الاكياس طرح 8 من 12 وطلع ان هدى فاضل معاها 4 قطع. الحل الصحيح بقى ايه؟ نقول عدد قطع الحلوى يساوي 3 في 4 يساوي 12 قطع، وبعدين نقول اجمالي عدد القطع يساوي 12 زائد 8 اللي خارج ايه؟ الاكياس، يساوي 20 قطعة. يبقى هدى معاها 20 قطعة مش 4 قطع. صفحة 29 في كمان مسألتين، بيقول لي خبزت مريم خبزت 24 قطعة من بسكويت الشوكولاتة، ووزعت قطع البسكويت بالتساوي على 4 عبوات، ثم خبزت المزيد من قطع البسكويت بحيث استطاعت وضع 4 قطع إضافية من البسكويت في كل عبوة، فما عدد قطع البسكويت في كل عبوة؟ نشوف زميلنا قال إيه؟ قال توجد 7 قطع في كل عبوة. ليه؟ قال لك 6 قطع في المرة الأولى، دي صح، انه وزع الـ24 قطعة على 4 عبوات، قسمنا 24 على 4 بيساوي 6، علشان 4 في 6 ب24. طيب ده صح، 6 قطع في المرة الاولى مظبوط التي صنعتها، وقطعة واحدة في المرة الثانية. يعني هو قال ايه؟ وزع 24 قطعة على أربع عبوات بتساوي 6، 6 في 4 ب24. طب لو مش عارف 24 على 4 فيها كام، أعد بالقفز 4 لغاية ما أوصل للـ24، أقول 4 8 12 16 20 24، ألاقيهم 6 قفزات. طيب
ست قطع. ثم أضاف قطعة واحدة لكل عبوة، يعني قال 6 + 1 يساوي 7 قطع. أخطأ في إيه يا ولاد؟ أخطأ في إنه قرأ هنا إيه؟ وضع، استطاعت وضع 4 قطع إضافية من البسكويت، أم رايح واخد ال4 قطع دول موزعهم على ال4 عبوات، حط في كل عبوة واحدة، ما انتبهش لكلمة إيه؟ 4 قطع إضافية في كل عبوة، يعني كل عبوة حطينا فيها 4، تمام؟ يبقى هنقول الحل الصحيح، أقول إيه؟ عدد القطع يساوي 24 على 4 يساوي 6 قطع، ده في المرة الأولى. ده نقول في المرة الأولى. طيب في المرة الثانية لما استطاعت إن هي تخبز كمية تانية، أضافت كام؟ أضافت 4 قطع لال6 قطع اللي وزعتهم، يبقى هنقول 6 + 4 يساوي 10 قطع. يساوي 10 ايه؟ قطع في كل عبوة. هنا 7 قطع في كل عبوة. مسألة رقم 3 بيقول لي حصل عماد على المال مقابل القيام بالأعمال المنزلية الإضافية، فقد عمل لمدة 3 ساعات وحصل على 8 جنيهات. يعني عماد اشتغل 3 ساعات وحصل على 8 جنيهات في الساعة. لازم يا ولاد نقرأ المسألة جيدا. اشتغل 3 ساعات، خد 8 جنيه في الساعة الواحدة مقابل تنظيف غرف النوم، وحصل أيضا على 16 جنيه إضافية مقابل تنظيف المنزل بأكمله بالمكنسة الكهربائية، فكم اكتسب عماد من النقود؟ زميلنا حل قال ايه؟ الحصل عماد على 24 جنيه مقابل انجاز الاعمال المنزلية، يعني كل الاعمال المنزلية 3 غرف والبيت كله خد فيهم 24 جنيه. قلنا له ليه؟ قال لك فقد حصل على 8 جنيهات مقابل تنظيف غرف النوم، ثم 16 جنيه مقابل تنظيف المنزل بالمكنسة. يعني جمع 8 جنيه على 16 جنيه طلعوا 24 جنيه. يعني قال ايه؟ ما حصل عليه عماد يساوي 8 + 16 يساوي 24 جنيه. هو حلها كده. قال ايه بقى؟ اخطأ في ايه يا ولاد؟ اخطأ في انه اخطأ حيث احتسب ساعة واحدة بدلا من 3 ساعات لغرف النوم لتنظيف غرف النوم. يعني هو هنا بيقول لك ايه؟ فقد عمل لمدة 3 ساعات وحصل على 8 جنيه في الساعة، يعني الساعة الواحدة ب8 جنيه. ال3 ساعات يبقوا بكام؟ يبقى 3 × 8 = 24، ورجع خد 16 جنيه في تنظيف المنزل بأكمله، يبقى 24 جنيه في ال3 غرف زائد 16. نشوف الحل الصحيح بقى، نقول ايه؟ ما حصل عليه لتنظيف الغرف.
يساوي، هو اشتغل كام ساعة يا ولاد؟ 3 ساعات. 3 في الساعة الواحدة بكام؟ ب8، يساوي 24 جنيه. وممكن أقول 8 زائد 8 زائد 8 يساوي 24 جنيه. أجمع ال3 ساعات، أجمع الأجرة بتاعت الساعة الواحدة 3 ساعات، يبقى 8 زائد 8 زائد 8، أو أضرب 3 في 8 ب24. طيب إجمالي ما حصل عليه عماد يساوي، أخذ 24 جنيه في ال3 أوض، ورجع خد 16 جنيه، زائد 16 يساوي أحاد مع أحاد، 4 و6 10، صفروا معايا الواحد، 1 على 2 بقت 3، 3 و1 4، يبقى عماد حصل على 40 جنيه. تعال نشوف صفحة 30، بيقول لي تأمل ما تعلمته من تحليل الأخطاء. لماذا يعد تحليل الأخطاء جزءا مهما من الرياضيات؟ ليه بنحلل الغلط يا ولاد؟ بنعرف الأخطاء اللي زميلنا وقع فيها ليه؟ وكيف يمكن أن يساعد تحليل الأخطاء في تحسين حلك؟ بنحلل أخطاء زميلنا، أقول له حيث يجعلني أقرأ السؤال جيدا حتى أفهم المسألة. أقرأ السؤال جيدا يا أولاد علشان أفهم المسألة. طيب كيف يمكن أن يساعد تحليل الأخطاء على تحسين حلك؟ بيساعدنا على تحسين الحل إزاي؟ أنني أعرف جميع الأخطاء، جميع الأخطاء وعدم تكرارها مرة أخرى. يعني إيه؟ يعني لما بحل مسألة واكتشف فيها خطأ، أبقى عرفت الخطأ ده، لما أجي أحل مسألة تاني مرة مش هقع في نفس الخطأ، لأن أنا إيه اتعلمت من الخطأ من المرة اللي فاتت. ده كان درس 68، وإن شاء الله نوفيكم بالدرس القادم، وإلى اللقاء ودمتم بخير.